تنام عدن على صوت انفجار لتصحو على حادث اغتيال. هكذا هو الحال في العاصمة المؤقتة التي لم تنجح حتى الآن كل الحلول الأمنية التي تنفذها الحكومة لإعادة الأمن وتطبيع الحياة فيها. مساء الجمعة هز انفجار عنيف منطقة المنصورة، لتتضح الصورة فيما بعد أنه كان هجوما على ميناء الحاويات، أعقبه اشتباك بين حراسة الميناء والمسلحين المهاجمين. مصادر محلية أكدت أن مسلحين هاجموا البوابة الغربية لميناء الحاويات بالقرب من منطقة كابوتا بقذيفة RPG، ثم شنوا هجوما بالسلاح الخفيف على مدخل البوابة قبل أن تتمكن حراسة الميناء من التصدي لهم. في الصباح كانت عدن على موعد مع عملية اغتيال جديدة نفذها مسلحون مجهولون، وذهب ضحيتها شيخ القبلي مازن العقربي وأحد مرافقيه بمنطقة المنصورة. وبحسب شهود عيان فإن مسلحين كان يستقلان دراجة نارية، أطلق النار على سيارة العقربي مما أدى إلى مقتله مع مرافقه على الفور. لا يبدو أن الانفلات الأمني في العاصمة المؤقتة في طريقه للحل مع ازدياد رقعة الأسباب التي تقف وراءه. وبينما تكتفي الحكومة بالإشارة إلى أن هذه الأعمال التي تستهدف الأمن في عدن من صنيعة خلايا تابعة للرئيس المخلوع، فإن مسار تصاعد الأحداث وتزايد حوادث الاعتداءات على المؤسسات العامة يؤكد أن أطرافا كثيرة تقف وراء هذا الانفلات.